يعلق بعدها الأستاذ خالد القاضي على هذه المباريات. ضمن الجولة الخامسة لدوري زين السعودي للمحترفين يلتقي غدا فريقا الأهلي والتعاون على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. الأهلي صاحب المركز الرابع بتسع نقاط يدخل اللقاء والهدف العودة لمسار الانتصارات مرة أخرى وتعويض الخسارة الوحيدة المؤلمة في لقائه السابق أمام الهلال، بينما التعاون يطير إلى جدة في محاولة لتعديل مركزه العاشر بأربع نقاط والتقدم نحو المراكز المتقدمة، خصوصا وهو الذي دعم صفوفه في بداية الموسم بالصفقات الكثيرة للظهور بمستوى أفضل. يعول الأهلاويون كثيرا على خط هجوم ناري، استطاع تسجيل 8 أهداف في 3 مباريات، يقوده السفاح البرازيلي فيكتور سيموس هداف الدوري الذي تكفل لوحده بتسجيل نصفها، بينما يظهر خط المنتصف الأهلاوي في أفضل حالاته بعد تدعيمه بالخبير كاماتشو الذي أعاد ملامح هذا الخط حين اختفت في المواسم الماضية. مدرب الفريق جار ويليام يعي جيدا أن الطريق لمصالحة الجماهير الخضراء هو الفوز ولا غير الفوز. أما التعاون في الجانب الآخر فقد يتأثر خط هجومه بتغيب الخطير بدر الخميس الذي يشارك مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الخليجية في البحرين إلى جانب حارس الفريق فهد ثنيان، بينما تتماسك خطوط الفريق بشكل جيد رغم خسارته في لقائين وتعادل وفوز وحيد. الأهلي مطالب بإثبات أن الانطلاقة الجيدة في أول الموسم لم تكن فورة بداية فقط، فيما سيحاول التعاون الظهور بمستوى يوازي حجم الاستعداد الكبير قبل انطلاق الدوري.